بعد ما استمتعنا في فقرة عبد اللطيف الصالح، هذه الفقرة الجديدة من بوشميت في غبقة الحمرة، نتمنى تكونوا استمتعتوا فيها. واليوم في لقائنا ضيفين مميزين جدا وناجحين جدا في حياتهم العملية والاجتماعية. نعم، اليوم يكون معنا رمز من رموز الرياضة الكويتية الكابتن سعد الحوطي وزوجته الدكتورة سفيرة النوايا الحسنة سناء العصفور. حياكم الله، كل عام وانتم بخير. يا مرحبا، وانتم بخير والصحة والسلامة. مبارك عليكم ان شاء الله، كل خير ان شاء الله. مبارك عليكم الشهر. حياك الله دكتورة، حياك الله كابتن سعد الحوطي، مبارك لكم هذا الشهر الفضيل. ودنا نسأل، يعني ما شاء الله معانا اليوم أبنائكم، نرحب فيهم. حياكم الله ويوسف وزياد، كل عام وانتم بخير. انتم بصحة وسلامة يا رب، الشعب الكويتي الأم الأسامي. حياكم الله. يعني ما شاء الله حياتكم الأسرية ونشاطكم الاجتماعي متواصل، شلون ما قدرتوا، شو سر النشاط وشلون قدرتوا توفقون بين نجاحكم العملي وبين حياتكم الاجتماعية والأسرية؟ دائما الناجح يحب يواصل بالنجاح، يعني ما بتكلم عن نفسي، بتكلم عن زوجتي، هي ناجحة في حياتها ومواصلة نجاحها. بس قبل لا أدخل في هالموضوع، أنا سمحوا لي ببارك حق حضرة صاحب السمو وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة والنواب والشعب الكويتي والأمة الإسلامية على طبعا شهر الفضيل، ويعود عليهم إن شاء الله بالصحة والعافية وعلى الجميع وعليكم أنتم. أنا نجاحي كان مستمر لأني حاب هوايتي اللي هي كرة القدم، استمرت فيها، وبالأخير قلت هالهواية وهالخبرة هذه ما لازم احتفظ فيها لنفسي، يجب أن أعطيها للأجيال اللي بعدي، واستمرت فيها سواء بالصحافة أو بالإدارة أو في المجال نقول إحنا اللي هو الحين عن طريق الفضائيات، والحمد لله ماشي في هذا الطريق. نعم، يمكن هذه الأجواء اليوم، أجواء شهر رمضان أبو محمد، ذكرنا بسنة 82 يوم تأهل منتخب الكويت لكأس العالم بإسبانيا. شنو تذكر من هذه الأجواء مع اختلاف اليوم، يعني من 82 لليوم 2017؟ طبعاً كأس العالم هذا شيء يعني كل لاعب يتمنى يوصله، لكن البطولة اللي احنا لعبنا فيها برمضان هي في أولمبياد موسكو. صحيح، أولمبياد موسكو هذه البطولة اللي صادفت ان احنا شاركنا في فترة كان في شهر رمضان. شلون انك تبتعد عن اهلك، شلون تبتعد عن وجباتك اللي متعود عليها، التشريبة والشغلات اللي بات رمضان ما تلقاها بكل فترة. صحيح، تلقاها في شهر رمضان. لذلك احنا برمضان هناك كنا فعلا نتذكر اهلنا وشعبنا اللي بالكويت، ونتذكر طبعا رمضان شهر مبروك مبارك على الناس، لذلك هو من افضل شهور السنة عند رب العالمين. لكن هناك يعني في بعض الامور واللي اتذكرها ان احمد الطرابلسي بعض اللاعبين بالذات يوم كنا يعني صايمين الطرابلسي يم الجول، كان الاذان الساعة 10 وكان وقت أذان المغرب أي مع بداية الشوط الثاني. أوه. لذلك ما يمدي من الشوطين الطرابلسي يقول له من وراء الجول يعطونه الجماعة ربعنا الاحتياط ويفطر فيها. كانت ذكريات حلوة عموما في هذه البطولة، والحمد لله مع ذلك توفقنا فيها وخذينا حتى المركز الثامن على مستوى الفرق. الحمد لله. ما شاء الله تكلمتوا عن عصر ذهبي للأزرق، يعني كابتن سعد، ودنا نسأل دكتورة سناء بذيك الفترة شنو كانت علاقتك بالكرة؟ يعني منو أكثر لاعب كنتي تحبينه غير زوجك كابتن سعد؟ إيه نعم، بالوقت الثمانينات إحنا بعد ما تزوجنا. صحيح. بس أنا عاشقة لكرة القدم وأحب الرياضة، وكنت أتابع نشاطات المنتخب الكويتي والنادي العربي، كنت أشجع النادي العربي وايد فتابع المباريات. لكن بعد ما الله من علي الحمد لله تزوجت الكابتن سعد الحوطي خلاك تغيرين، كنت عماوية الحين كويتاوية. أي أنا أحمل صراحة الولاء للمكانين، بس الحين بالأخير لا والله ولائي الأخير صار لنادي الكويت. حلو. أي نعم. هذا نعم. بالنسبة لكم، بالنسبة حق الأبناء شنو الوضع مع الرياضة والكرة؟ نبي معك يوسف. يوسف أحمد. 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 أنا مع الكرة، مع الرياضة بشكل عام، يعني إن ملتزم أمارس الرياضة يعني بالنادي بين فترة وفترة، بس بالكرة أحب إن أكثر إن أستمتع إن أشوف الكرة، ما أحب إن ألعب الكرة. لا. ولا يوسف ولا زياد. يوسف لا تشوفون بس. أي. زياد تلعب كرة؟ أنا مارس. إيه. أوه خلاص زياد بيجي بيلحق الوالد. من تشجعون الحين من الأندية بالكويت؟ بالكويت المنتخب ونادي الكويت عشان الوالد طبعاً. والدي. إحنا برا أكثر يعني على الدوري الإسباني.
مدريد. مدريد طبعا. مبارك حق كل مشجعين مدريد على فوزهم بالشامبيون. شوف الحماس لما قال مدريد بالله عليه. ايش فايزين لانه فاكيد البيت كله مدريدي طبعا ما عدا امي وزياد. وزياد كويتاويه. لا برشلونيه. ها في منافسه بالبيت. اي اكيد طبعا. حلو ابو محمد، يعني اليوم رياضه علاقتك فيها بعد الاعتزال، تمارسون رياضه على الاقل سويدي شيء الى جانب انك محلل اليوم اكيد في قنوات فضائيه. اي والله يعني بعد ترك الكره يعني عندي نوع من اللياقه اللي اقدر العبها، لكن بعد 15 سنة او 20 سنة ما تقدر نمارسها بالمشي في تمارين في بعض الأندية الصحية. اذا سافرت مثلا رحت الدوحة لاني مرتبط مع قناة البي ان سبورت هناك في الفنادق النادي الصحي ما اتركها. العام الماضي كنت امشي قبل الفطور، السنة ما قدرت شوية الجو وشوية اني اشوف شوية تعبان، بس ان شاء الله يعني بعد اسبوع بحاول ان ارجع امشي واستمر فيها. عموما الرياضة جدا مهمة للانسان، مهمة لصحته، مهمة لفكره، مهمة حتى العمر، مهمة للتغذية. صحيح. اشياء كثيرة مو بس انها يعني ممارسة. لذلك طالع الاوروبيين بالذات ما يتركونه، تلقى عمره 80 سنة يمشي. نعم. يتحرك ويروح. لذلك هي الرياضة مو بس حق الرياضي، حق غير الرياضي زينة انه يمارسها لصحته، طبعا عطائه، لامور كثيرة. وان شاء الله يعني احنا الرياضة تظل في دمنا وما نتركها وما زلنا نحبها، وبالذات رياضتنا احنا اللي نتنافس فيها الأندية سواء على مستوانا او على مستوى نقول احنا الاحترافي الخارجي. نعم دكتورة سناء تمارسين رياضة؟ اي نعم اكيد. بس مو بنادي حاليا لا الصراحة، بسبب انشغالي وما عندي الوقت الكافي. بس ما تستغنين عن الرياضة، دائما تمارسين. احب رياضة المشي. المشي الحمد لله، يم بيتنا في ممشى قريب، احاول اطلع مع ابو محمد ولا الاولاد. بس كنت انا اروح النادي الصحي ومارس الرياضه، ترى هي لياقه عامه وصحه، لكن مشاغل الحياه تخلينا ساعات يعني تكسل ونتعيس شويه. رحت النادي. نعم. بما انك دكتوره علم نفس وسيده، واكيد الزوج في اول فتره الزواج لاهي مع الكره، شنو اثر هذا على تربيه الابناء في عمر صغير؟ اي الحمد لله ابو محمد ما كان يلهى عنا ويبتعد. يعني لما الله رزقني باربع ابناء كان معاي ويوقف يعني يساعدني في تربيه الابناء حتى لو كان بعيد في الجسد، فهو معانا بالروح، متابع مع اسرته. هو اعتزل الرياضه بعدين كون الاسره. نعم. الحمد لله. لكن حاليا بسبب انشغاله بقطر والله ما يبتعد عنا، يتابع أولاده، يتابعهم دراسياً، اجتماعياً، الحمد لله. ما شاء الله. الله لا يغير عليكم. آمين. إن شاء الله. لا والله دوره كبير أبو محمد، حتى لو غاب فهو خير من يمثل الكرة الكويتية والمواطن الكويتي، فالحمد لله يتابع أبنائه، يتصل عليهم، حتى تواصله بالموبايلات ويا أولاده يمكن أكثر مني. ما شاء الله تأثير ما شاء الله الأولاد رياضيا متأثرين بالوالد، لكن بنتكلم شوي عن الوالد أكثر بالبيت. كلمونا عن أحمد، شنو أهم ميزة أخذتها اليوم من الوالد؟ شنو أهم شيء تعلمته اليوم من الوالد سعد الحافظ؟ المثابرة. ما شاء الله. أن يكون لك هدف وتمشي وراه. أحس أن هو في أكو مزج، بس أن يمكن مثابرة هي أكثر يعني صفة أحس أن أقدر أخذها من أبوي، لأن انتقل يعني بنفس المجال بالرياضة، بس انتقل بعدة يعني. أنتوا شنو مجالاتكم مثلاً؟ أنت شنو تدرس أحمد؟ أنا شنو دارس؟ إدارة أعمال. ما شاء الله الله يوفقك. زياد الحين بعدك. زياد شاطر بالمدرسة، متفوق؟ إيه. إن شاء الله تتفوق مثل الوالد إن شاء الله. إن شاء الله. شنو أكثر الشيء تحبه بالوالد؟ إن الله عطاني هالأب. صوتك. لأن أبوي يعني سوى لي كل شيء ما خلاني. الله يحفظه ولا يخليكم من بعض. أفضل أب. يا الله يكون أفضل أب. ما شاء
يوسف وجهه للسؤال. يوسف خليك يوسف نبي الهندسة هني. قل لنا شو أنك بشيت على أنت بالوالي؟ شيئين يمكن طرأوا على بالي. أبوي عكس اللي يشوفونه مثلا بالتلفزيون شخصية أنه يمكن رسمية أو يعني هو الشيء يعني يعطي مثلا ما يشوفون شخصية الحنونة اللي بالبيت. شخصية وايد 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 حنونة معنا. وايد يعطف علينا وايد يحاتينا. وثاني شيء شخصية وايد كريمة. اللي تعلمت الكرم فمن أبوي. يعني عمره ما قصر علينا بشيء ولو بيده يعطينا شيء يبديه على نفسه. يعني يبدينا عفوا على نفسه. حلو. لما تكلمت على الكرم بروح حق الوالدة أبي هدية أخذتها من الوالدة. أمي كل هدايا منها. أمي أنا مقسم أمي أبوي شيئين. أبوي مثلا إذا بي منه أجهزة مثلا إلكترونية هو اللي ما يرد لي. أمي لا ترد هالمواضيع هذه. أمي إذا مثلا أبي منها ملابس أو أي شغلة ثانية مثلا تعلق يعني مو بهالمواضيع اللي عند أبوي أمي على طول يعني لأنها تعرف التأثير النفسي على الهدايا الإلكترونية. هم الحمد لله يعني في بينهم بالانس. إذا أبي شيء معين أعرف أجيبه من أبوي أمي يسلم عليها مالك. اثنينهم ما قصروا معنا الله يطول بعمرهم. أنت ماخذهم من الصوبين. أي من الصوبين أعرف أجيب شنو أبي. وبعدين عيالي والله الحمد يستاهلون. يعني الهدية لما تجي في محلها والهدية لما تجي قيمة بمناسبة نجاح أو تخرج يعني يمكن أنا ما أغدق عليهم بالهدايا الكثيرة. لكن في مشاعر حب واحترام وعطف بين من الام لاولادها. لكن اقول لهم يما اذا نجحت او تخرجت انا المبلغ اللي تبونه او الهديه اللي تبونها ما استغلي عليهم. ما لا والله فيحسون بقيمه الهديه وهذا اهم شيء. اهم شيء الحمد لله. اليوم يقول لك يعني ام محمد من جاور السعيد يسعد معروفه ومن عاشر سعد الحوطي. نبي شنو اهم الاشياء اللي تجمعكم في هالمسيرة الطويلة اللي كنتوا فيها مع بعض؟ الحمد لله احنا عدينا 30 سنة وان شاء الله طول العمر مع بعض. الله لا يفرقنا الا ان شاء الله بعد حكمة الحياة بعد عمر طويل. نعم ابو محمد تعلمت منه المواطنة الحقة حب الوطن الاخلاص والمثابرة. يعني ساعات انا لما تكون تعبانة من الشغل يقول لي ما يخالف سناء كملي لا يعني لا تأففي لا يعني ساعات الواحد الحياة شوية تكسر صحيح صحيح فيقول لي لا ما يخالف يقوي من عزيمتي. تعلمت من نبل الأخلاق وكرم التعامل. الزوجة تبي من زوجها المعاملة الطيبة الكلمة الحنونة. أبو محمد والله الحمد حنون جدا وطيب وحنون على أولاده يمكن أكثر مني. ساعات يردني في أمور وما يرد عياله يقول انت عشتي في بيت كريم ونلتي وحصلت اللي تبينه من والديك فخليني انا اعطي اولادي واعيشهم بكرمي وبمقدوره. يعني اللي يملكه بعد عمري ما يغلي علينا. فتعلمت منه اشياء وايد. تعلمت منه فعلا النجاح وتحقيق الطموح. لا يتوقف عند مكان. يعني انا لما اشوف صراحه اشوف صوره واشوف ابو شلون شاي كاس الكاس كاس اسيا وحلم انه يوصل طموحه الى كاس العالم اقول ما في شيء مستحيل. فعلا اذا كان الشخص اللي معاي يدعمني يوقف معاي فما في شيء مستحيل. وهو للفضل بعد الله سبحانه وتعالى مع المشاهدين للفضل بعد الله سبحانه وتعالى انه خلاني اكمل دراستي العليا وكان يتابع مع ابنائي اثناء سفري. قال لاحظ يعني مشاعره تاثر الكابتن سعد الحوطي. نعم لان كلام محمد اذا ما تاثر ما عندك احساس. يعني اكيد كلامه تقوله من خلال طبعا الحياه اللي عشتها وياها. لكن هم كذلك ام محمد اعتقد هي قامت في ادوار انا يمكن بدونها ما اقدر اسويها للامانه. انك انت تترك وتروح ديره 10 ايام اسبوعين وهي تقوم في ادوار الاشراف عليها بالمدارس والقيام في ادوار البيت وعملها شيء كبير. وبالذات المراه يعني يجب ان احنا نعترف ان المراه هي عمود البيت. نعم. اذا قامت في 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 هالامور هذه راح يقوم البيت. ام محمد دورها كبير في تخرج اولادي في نقول مواصلتهم لحياتهم الدراسيه. نعم. في وجود الاخلاق والنبل اللي عندهم دورها اكثر مني 100% وانا متاكد من الشيء هذا. بس هي قاعده تتكلم هالكلام من قلبها عني انا. لكن انا اللي اقوله بكل امانه عن المشاهدين ما وصلوا له اولادي من نقول شهادات جامعيه ومن اخلاق ومن سيره حسنه
ام محمد. نعم الله يحفظكم ان شاء الله، يعني ما شاء الله الدكتوره وعيالك الله يحفظهم ذكروا مواصفات جميله فيك، يعني واشتركوا في انك حنون وعلمتهم المثابره والنجاح، لكن ما ذكروا جانب الطبخ، يقول عندك مواهب ثانيه. لا يطبخ الوالد الطبخ يمكن الله يذكره بالخير ويمسي عليه صديق عزيز حجي غريب. نعم. في 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 سفراتي معه لما نروح علمني بعض الطبخات، لكن الأمانة ما تستمر على الطبخ كنت أدرك ما تجيده، لكن الريوق أقدر. يعني. لبركة لبركة في الدكتورة. بزاي نقدر على هالأمور. لبركة فيك دكتورة. محمد ما شاء الله عليها طبعا هي كانت تطبخ وإذا بغيت تطبخ لي وما زالت يعني الحمد لله، لكن ساعات الرجل يعني يدخل. يوم بالاسبوع بس لك تجارب ما بالشهر مرتين اي يعني يطبخ، لكن طبخاتك وكثير ما اقدر يعني عليه. غير الطبخ عبد الله اكيد كابتن سعد انت مؤلف كتاب تجربتي لمن بعدي. عاد فرصه ان اللي اعطاني الفكره طبعا هم هي تي من اولادي، لكن احمد بالذات كان له دور احمد الملهم بالكتاب. احمد كان له دور، يمكن هذا الحكي نتكلم عن قبل 5 أو 6 سنوات اذا مو اكثر، لان انا خلصت ب 2012، وكان لشخص عزيز صحفي عندنا كذلك قال له سيد المهيدي، وهو هم كانت له الفكره. عاد انا قلت له اذا انت جازم اكتب لي الاسئله من بدايه حياتي وانا احاول اني اراجعها واجاوب عليها، وسويتها قعدت عليه 3 سنوات والحمد لله. في سنة 2012 عدل أم محمد قررنا أن طبعا نشر هذا الكتاب، وعملت له مثل ما تقولين افتتاح، وأنا قاعد أشوف المكتبة قدامي اللي سويت فيها أنا يوم طبعا نشر هذا الكتاب. بس ما لي قايل اسمها قاعد اقول الدعايه ولا اقولها. اقولها كاهي قدامي، والشكر لهم ذات السلاسل سويتها عندهم، والعكس حضروا رياضيين ما شاء الله، واكو ناس كان ذاك اليوم يقول ازدحام يينا وما قدرنا نوصل يا ابو محمد، قلت وصلتوا والحمد لله، يعني اللي انا كنت ابيهم وصلوا لهذا المكان في وجود طبعا ام محمد والاولاد كلهم، في وجود اصدقاء، في وجود احباء وجماهير رياضيه. نعم. امل كتاب اني اتركها مثل ما قلت لكم في البدايه، التجارب اللي مرت فيها مو ملكي، اكيد يجب اني انا اعطيها حق الاولاد اللي جايين يقرونها يستفيدون منها، وعملت الكتاب وسميته تجربتي لمن بعد. موجود الحين ذات السلاسل؟ إذا الحين ما أدري عاد. يلا شاء اللي تابعنا هي مع توقيع إنك موجود هني. هم عاد خلوه عندهم والله كم سنة وبعدين أنا ما راجعت. بس الكتاب. كابتن سعد الحوطي موجود معنا بالحمرة، اللي يبي يأخذ الكتاب مع توقيع. يا عمر. يا عمر. عافية مشكورين، كل عام وأنتم بخير مرة ثانية، كل الوقت مشى وياكم بسرعة طبيعة برنامجنا، نشكركم على وجودكم، إن شاء الله لقاءات ثانية هم تجمعنا وياكم. شكرا جزيلا على الضيافة الحلوة، والله يوفقكم إن شاء الله ويوفق أهل الكويت. وكل عام وانتم بخير. كل الشكر لكم، الله يحفظ لكم ابنائكم، ان شاء الله نورتونا اليوم في الحمرة، وننتقل معاكم مشاهدينا الى فقره بشميس. ما شفناها قبل شوي، راح يطلع اعلان تجاري ونشوفها معاكم.